هذه ليست المرة الأولى التي يقترن فيها اسم أفريقيا بالسحر والشعوذة، فسابقاً قيل إن بعض الدول الأفريقية تستخدم السحر للفوز في بطولات كرة القدم، لكن هذه المرة يطول السحر الجانب السياسي بعد إحباط محاولة انقلاب في دولة تشاد الأفريقية، ولكن ليس باستخدام السلاح، حيث تم العثور على رأس رجل مقطوع داخل حقيبة رئيس تنظيم يدعى M3M والذي يسعى لتقويض أمن الدولة. هذه المجموعة لم تعلن تمردها بالسلاح، وإنما بالاستعانة بثلاثة من كبار السحرة والمشعوذين عن طريق تقديم تضحيات بالدجاج والماعز والأغنام وأضحية بشرية لرجل، هذا وفقاً لبيان وزير الإعلام عبد الرحمن كلام الله، فيما علق مسؤولون معارضون أن الغرض من هذا التصرف هو صرف الأنظار عما يجري في أروقة النظام الحاكم.